معنا أبو فاضل، صباح الخير رانيا. شو هالديزاين اللي لابق مع الديزاين اليوم بفقرة ديزاين؟ كيف ابدا على فكره اشتقت لك وانا كمان جمانة. انا اليوم عندنا موضوع جديد اكيد بفقره ديزاين. موضوعنا لليوم كيف نخلي البيت يبين اوسع من مجرد ما نخلي السقف يبين اعلى. ونحن بنعرف انه هلا هيك اوقات الحاجه بتدعي انه ناخذ شدايات صغار، انه ناخذ شقه صغيره ويكون سقفها شوي واطي. فكيف بنعمل؟ صح. هلا الترند رانيا يلي عم بيصير انه كل هالبنى الجديد عم يطلع، ما بقى فيها السقف العالية، ما بقى فيها المدى العالي بقلب البيت. كمان وقت عم نضطر نحط فو بلافون مع اندايركت لايتنج عم بيصير بعد اوطى واوطى. كفاية انه الناس عم بيقعوا بمشكلة. وكنت بالضبط من جمعتين عم بشتغل على ورشة عندهم ناس هالمشكلة، كيف بدنا نخلي هالسقف الواطي يبين أعلى. اليوم رح أحكي أنا وياكي على هالنصايح لحتى نتفادى هالشغلة المزعجة مرات اللي هيك بتطبق لنا على قلبنا إنه بدنا جمعنا عم نحكي عن سقف واطي، يعني قديه وقديه هو لازم يكون أصلا؟ هلأ عنا بلبنان الأفرج العلو عم بيكون حوالي المترين وثمانين. هلأ لا ببعض الأحيان ومرات ببعض الغرف بيكون في عندك غرف أعلى وغرف سقفة أوطى، عم يوصلوا العلوات لل 240 250 حتى مرات 230، وهون بتحسي بهالتعبئة هيدي. لازم انه نشتغل من خلال الانتيرير ديزاين والديكوريشن لحتى انه نبين انه هالأوضة مزبوط هي خلقت سقفة واطي، بس نحن بدنا نخليها منلبسها كعب. منلبسها كعب اكزاكتلي. كعب كومبانسي كمان تما يبين. نعم. اهم شيء عم نحكي فيه اذا كانت هالبيت او هالشقه او هالبنايه ان كور دو كونستركسيون او في مجال للاشغال بداخلها، نفكر بالبواب يكونوا بعلو السقف، يعني نشتغل على بواب عاليين من الارض للسقف، ما يكون في عندي العرقه من فوق الباب. مثل ما مبين معنا بالصورة رانيا بيكون الباب بيفتح كله سوا للسقف. هيدي شغلة بتساعد النظر يطلع لفوق، عرفتي؟ وهي بالنتيجة يعني كل التريكس يلي رح نحكي عنها اليوم هو انه كيف نخلي نظرنا يتجه للأعلى، لأنه بمجرد ما انت عم تطلعي صوب العالي عم يطلع عندك هالإفكت أو هالترومبلوي إذا بدك تبع انه السقف أعلى. شغلة تانية، هلأ الصورة التالية يلي رح تقطع بتحرقس قد منا حلوة، بس هون بتبين معنا الواجهة الإزاز يلي من الأرض للسقف، يعني مثل مبدأ الباب ولكن من خلال واجهة ألومنيوم أو شباك. هلأ هون مبين معنا واجهة بالكامل، مش بالضرورة يكون عنا شيء ببيوتنا هون، بس في حال برجع بقول في عندي بناء بطور الإنشاء أو أشغال بقلب الشقة وفي عنا مجال أنه نقرر على علو الشباك، الأفضل في حال عندي سقف واطي أنه نتبع طريقة الشباك العالي من الأرض للسقف. بيعطينا مدى هون وهيك وفتحة بتريح عن جد. هيك عن جد بتفتح على كل حاجة. وما أنا منحس صار دارج أكتر أنه ما يكون في هيدي العتبة اللي تحت. مزبوط. بكعب الألومنيوم. مزبوط. هلأ مش دايما بيكون عنا هيدا الشيء متواجد، مرات بيكون في عندي الديشوفاج غادياتر، مرات بيكون الهندسة تبع البناية ما نحكمين فيها، بس في حال أن البوسيبلتي جو من الأرض للسقف. هلأ بيان معنا مسيو عم يدهن السقف، وين راح دخل؟ هلأ بيرجع وين هلأ هيدي الصورة مهضومة، بس حتى أقول أنه إذا سقفكن من لون الحيطان في حال اتبعتوا لون معين للحيطان، بليز 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 ما تدهنوا للسقف من لون الحيطان، خلي السقف أبيض. لأنه لما يكون السقف أفتح من ألوان الحيطان، عم نحكي كالون، هيدي الأوبنينج إذا بدك الأوبنس بالسقف بالعلو السقف بتبين أوضح للعين. هيدا ديتاي كتير مهم، العديد من الناس بيقعوا فيها هيدي الغلطة، لازم نتفاديها ونجرب نخلي على طول السقف فاتح. أنا رانيا حطيت على الفيسبوك بس سؤال على سيرة الألوان. نعم. عفوا جمانة، إذا كان عنا لنقول الحيطان ملونين، خلينا نعتبر أخضر أصفر أحمر. نعم. السقف لازم يكون أبيض أو ممكن يكون أفتح بدوغري من الحيط؟ هلأ مسموح يكون أفتح بدوغري، ولكن
ايديالي، وخاصة إذا العلو واطي يعني من 2.30 وبهالمعدلات هي، أفضل إنه نتبع أبيض. الأبيض يعني ما ناخذ بعين الاعتبار ألوان الحيطان، مثل كأنه إذا بدك عندك غرفة مكونة من 4 حيطان من دون سقف، كأنه سقف ما بتشوفي شو حلو خلص يعني عرفتي عينك هالنظر تقلب النظر بخف لما ما تحطي أنت لون غامق. كنت عم تحكي عن فيسبوك شيء، كنت عم بحكي شيء إنه أنا طرحت هيدا السؤال من خلال صفحتي على فيسبوك، إنه لحتى أشوف الناس شو بيعملوا في حال عندهم هالمشكلة. إجاني كتير أجوبة خاصة من ألوان السقف إنه لازم يكونوا من لون الحيطان تيكون في يونيتي، هيدا الغلط يعني لازم يكون السقف أفتح. خلينا نكمل هيدا الغلطة، لازم ننتبه لهيدا النقطة كتير. هون عم نتجه صوب الإنارة، لحتى أحكي شيء عن الإنارة إنه منحط دي لامبادير واتين على الطاولة. هون مبين عندي لامبادير واحد محطوط على التابل دونوي، ولكن بنفس الوقت متجهين صوب استعمال الأبلي كيت على علو عالي نسبية، لأنه لما يكون في عندي أنا إنارة خاصة بالليل وقت يكون الأشياء مضوية عم تتجه نظرك على علو مرتفع نوعا ما، هيدا الشيء كمان بيساعد أنك تقشعي أعلى. يعني هي التبس كتير هينين، كل يلي رح أحكي عنهم بيخلوا العيون يتجهوا صوب الأعلى. شو حلو. بطل تاني هون الظهر التخت الهيد بوردز كنا حكينا عنهم أنا وكاتيا من شي جمعتين، نتجه صوب موديل عالي كمان لحتى يتجه نظرنا للأعلى. برافو رانيا فظيعة، تفهمي علي. هون عم نشوف مثل تاني عن الإكليغاج، بدل ما يكون عنا هاللامبادرات الصغار يلي التيبل لامبس، كمان ينزل عنا إكليغاج من السقف نزول، بس عم بيكونوا على ذات الليفل تقريبا. إيه؟ على ولكن ذات المستوى. ولكن لما نشوف عندي هالشرايط الكهرباء متدليين من السقف، عم بتشوفي انت السترايبس عم يجلوا لك نظرك لفوق. سو خلص هي هيدا التب انه يطلع نظرنا لفوق. هيدي شغله بتعطون شوية وقت احكي عنها، انا بتحمس. شبكين طلعوا على الصوره نفس القياس، شبكين نفس القياس، البردايه طريقه تعليقها بتختلف، بتطلع للسقف بتفتح براد الشباك، صار عندك اوتوماتيكلي نظرك عم يطلع لفوق وعم بيفتح بالعرض. سو بدل ما يبين عندك انت هالصوره المصغره للموديل الاول من البرادي، عم يفتح نظرك عم تطلع الاوضه اكبر واعلى. يعني عن جد خدعه رسميه هيدي، هيدي العاده وهي شغله كثير بسيطه. شوفي البرادي لما يتعلقوا من السقف وانت زبلي علو الشباك، ما تعطي اهميه، خلص روحي من السقف وانزلي على الارض and you will get the trick، يعني بيطلع لك السقف العالي. هيدي الصورة برافو عليك، كيف حضرت؟ هون عملنا 3-in-1 الابليكيت الهيد بورد العالي البابي بان ريب الطول جو فيرتيكال على طول. ودايما بحب ذكر انا المشاهدين لما بدكم تروحوا صوب البابي بان حيط واحد اذا بتريدوا مش بكفة. الاربع حيطان، والا بنصير بنقشع مزوغل وخلص يعني هيدا خاصه بهيدا الكا. دونك جو سترايب على العالي، روحوا باتجاه الاكسسوارات الكبيره والعاليه كمان قد ما بتكون. هيدي لامب بتاخذ العقل من كالي هوبن، يعني الاكسسوارز العاليين، مرايه طويله بقلب حيط معين من الغرفه، كل شيء هيك بخلي الاوضه تروح بالطول. بالطول نفس الشيء. واخر صوره معنا الصور، ان كان صور للعيله او صور بينتينجز صغار، تابلويات، وات ايفر، علقوهم بالطول وخلصت القصة. وخلصت القصة وخلصت الفقرة. وشو هالنصايح الفعالة يلي عطيتينا اياهم كثير وهينين، بليز اتبعوهم واعملوهم وعلوا علوا سقف الأوضة. شكرا لك يا جمانة، مش رح علق على جملتك. رح ناخذ وقفة سريعة ونروح لفاشينيستا، خليكم معنا.